بالنهاية إذا تتطلع على ديناميكية التطور القطاع المصرفي، يمكن في نوع من التحسن أو يمكن في نوع من التنظيف الداخلي يلي أحد أسبابه، أحد طرق إنه تشوفه إنه حرق الدولار أو يعني extinguishing the liabilities تبعيتهم، netting على الأساس وعلى الأصول الموجودة. ربحية المصارف يمكن on the margin ارتفعت لأنه ما عم يدفعوا فائدة. لكن هناك في ثلاث مشاكل كبيره يلي بتفرجي انه ما بتقنعني انه التطور هيدا بالنهايه سستينبل. اول وحده منها انه برجع على النقطه اللي عملتها بالاول، المريض عم بيموت وعم نعطيه بارادول، بعدنا عم نحرق على اون ذا مارجن يعني كوزماتيك كثير تجميليه اللي عم ينطلب. اول واحد. ثاني واحد، انت عم تدفش، وهيدي كثير مهمه النقطه، انت عم تدفش كثير من الوجع البين البردن على المودع. بالنهايه اللي عم بيصير انه المودع عم يقبل انه يعمل هيركات على نفسه، مجرد انه عم يقبل يبيع الدولار المحلي تبعه وياخذ مقابله 3900 ليره بينما سوق الليره ب 9000، عم ياخذ هيركات كثير مرتفعه. فانت عم بتنظف القطاع المصرفي من خلال دفش الوجع ودفش البردن على المودع. وعندك مشكله ثالثه مهمه كثير، انه الكاونتر بارت القسم الثاني من نفس الكوين هي انك عم تخلق سيوله باللبناني اللي عم تخلقها البنك المركزي، اللي نتيجتها التضخم وضعف الدولار، وبالنهايه كمان عم تدفش انت البردن على المودع بالليره وعلى صاحب الاجر اللي عم يعني الويج ايرنر اللي عم ياخذ معاشه بالليره كمان. ف وفي نقطه كثير مهمه، عفوا نسيت اقولها، وقت تعمل يعني بروجكشن اذا دلينا بنفس الطريقه عم نعطي بنادول، قديش بدنا قبل ما ننظف القطاع المصرفي؟ فعلا في فرضيات كثير وفي كثير دراسات، يعني كثير مودلز بتنعمل، بس على الاقل بين 10 و 12 سنه قبل ما نقدر ننظف القطاع المصرفي. هل برايك لازم مصارف تسكر اذا ما قدرت يعني استوفت شروط هالتعاميم؟ طبعا في لك في منيو لازم نحكي فيه بعدين، في منيو من 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 الاشياء من الاكشنز اللي لازم تتاخذ، قسم منها طبعا اللي يسمى الانترفينينج، يعني تروح تاخذ البنك المتعثر اللي ما قادر ينظف حاله بالساعه المطلوبه. بس هذه وحده من الاكشنز اللي لازم تنعمل تنقدر تريستراكشر واعاده هيكله البنك القطاع المصرفي.